الخير عليكم، صباح الخير على كل محبيني وكل مشاهديني. ايه رأيكم في الذرة المشوي؟ يا سلام كده وانت ماشي على البحر ولا على النيل وشم ريحته وهو طعمه الجميل. انا بقى هعمله على البوتاجاز، على البوتاجاز بيطلع كمان جميل جدا. ويلا بينا ونقول بسم الله. يا صباح الخير عليكم، يا صباح الفل. احلى حاجة الذرة في الصيف وهو في الموسم تاكليه وهو عشان يبقى طري. اما بتمشي على النيل كده بتشم ريحته جميلة جدا، وعلى البحر ما بتمشي يا سلام. بصراحة ما بيهمناش بناكل وزروتنا وتبقى حاجة بقى فل، بس هو حلو جدا وليه فوائد ياما، وبيصنع منه حاجات ياما، بيصنع منه دقيق الذرة، بناخده للسلطة، بناخده لحاجات ياما قوي مش قادرة اتذكر دلوقتي احنا بنستعمله في ايه ولا في ايه ولا في ايه. وبعدين ما بيتخنش، ده بتوع الدايت بياكلوه بيشبع. الذرة بقى النهاردة انا كنت جايبة كمية بصراحة، وكل يوم اشوي منه 2 3 1 حسب اللي هو عايز ذرة. فقلت ايه لازم اعمل بقى في فيديو بيه اوريه لكم بقى انا بعمله ازاي. انا بفك الاول ده الورق دي، في ورق منه برميه وفي ورق بلفه بيه في الشوي، تمام. ده بيترمى كده. الاول نقول بسم الله، ده كده هيترمى. والورق ده اللي نجيف ده اللي هخليه الفه بيه لما بيتشوى، صراحة بيبقى جميل قوي قوي قوي. الورقة الوحشة ارميها والورقة الكويسة خليها. هو الموسم بتاعه ومالي، كل ما تمشي تلاقي الناس قاعدة بتشويه على البحر، بيتشوى بيتباع حتى كده هو. انت تقدري تعمليه. تمام كده اخلصها بقى كلها واوريها لكم، ولا اوري لكم وهي بتتفك كلها. طب انا عشان الفيديو ما يطولش هقفل الفيديو وارجع لكم تاني اسيب ورقتين فيه. وصلت للطبقة الاخيرة، الطبقة الاخيرة اللي فيها ديت اللي هي عاملة زي الشعر كده، تمام. راحة كده عشان بيزروت الدنيا، اجيب في الحوض كده ارميه عشان المه عشان ما يعملش مشاكل مع البوتاجاز. هشيل الشعر اللي وقع على البوتاجاز عشان ما يولعش كده في وانا مولعه النار، وارجع لكم تاني. خلاص كده انا نضفته من الشعر كويس اهو، تمام. وولعت البوتاجاز ومن ايدي كده بمسك ايدي كده احطها على البوتاجاز اهي، وبفضل اقلب فيه بالطريقه دي كده. لا فحم ولا حاجه، البوتاجاز بيبقى حلو وسهل جدا في اي وقت بتحبي تاكليه. بس بيبدا يعمل ازاي؟ مفيش دقايق وبتاكليه. هنقعد نهوي بقى بالفحم ده، مشكله. انت تقلبيها كده وهي على النار، تقلبيها وتمسكي من ايديها، تمام كده. هي ايديها قصيره شويه عشان لسه ما طولتش ايديها. تسمع صوت الطرقعه سامعه؟ بس الجمال، بس بيبدأ ازاي. خلصها برضو كلها اهي وارجع لكم تاني. وخلاص كده شوت الدراية بالطريقة الجميلة دي. اللي هعمله بقى بلفها كده فيها كده، استوت قوي قوي قوي، حلوة قوي، ما غابتش دقايق بالطريقه دي. ورقه عليها كمان سخنه قوي، واطفي النار
عشان هعمل التانيين بعد شوية. وبكده خلصنا الدورة بتاعنا الجميل اللطيف اللذيذ، واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي، ما تنسونيش في المشاركة والمتابعة.